والآن مع الأستاذة وفاء الطيب، عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة أدب الطفل سابقا اتحاد كتاب مصر. تفضلي. أنا في الحقيقة سعيدة جدا جدا إن أنا على منصة واحدة مع حبيبة قلبي وأختي وصديقتي وأستاذتي الدكتورة سعدية العدلي وحبيبتي اللي بحبها بجد، في روحانيات كده بيني وبينها، الدكتورة سهام إزعيل، ومتشكرة جدا جدا للفرصة دي. أنا من فترة كده كنت عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من خلالها كان في شعبة واحدة اللي خالية، وكان مفروض حد يعني شعبة واحدة من ضمن مجموعة شعب اللي ممكن أنا أتولى رئاستها، فأنا اخترت شعبة أدب الطفل. أنا في الحقيقة ما بكتبش للطفل، أنا بكتب سيناريو وحوار، قصة وسيناريو وحوار كمسلسل، مثلا رواية أكتب لها السيناريو وهكذا. فحسيت نفسي ان انا لازم اختار للمكان اللي يناسبه، فما لقيتش بصراحة انسب من الدكتورة سعدية العدلي ان هي تكون مكاني في الموضوع ده، فكانت المقرر، وكنت بخجل جدا اني انا اقعد معاها على نفس المنصة، وكنت بسيب لها المنصة وهي اللي بتدير الندوة وهي اللي بتختار الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها، وكنت مختارة كمان اثنين من الصديقات ليهم في نفس المجال، بس كانوا بيساعدوا الدكتورة سعدية العدلي، لكن هي القائد، فكانت الشكل العام اللي أنا رئيسة اللجنة، لكن بالعكس عمري ما قعدت على المنصة زي ما الدكتورة سعدية هي اللي كانت بتقعد على المنصة وقامت بالمهمة على أكمل وجه، والفترة دي نجحت جدا شعبة أدب الطفل، وكنا بنستضيف أكثر من 55 من الأطفال في كل ندوة، وكنا بنوزع، عملنا لأول مرة في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إن يكون في مكتبة لشعبة أدب الطفل، وعملنا استمارات استعارة للأطفال اللي كانوا فيها، بحيث إن الطفل ياخد الكتاب يقراه ويرجعه تاني وياخد كتاب تاني علشان ما ينساهوش تبتو، ما يضيعوش ما يهملوش. والحمد لله الفترة دي عدت على أكمل وجه، والفضل للأستاذة الدكتورة سعدية العدلي. شكرا. تحية لحضرتك يا أستاذة وفاء الطيب، والحقيقة من الفكرة الرائعة اللي حضرتك نفذتيها في اتحاد كتاب مصر للأطفال، نتمنى إن هي تتنفذ في منتدى الفكر العربي، وإيدينا في إيدين حضرتك وإيدينا في إيدين أستاذتنا القامة الكبيرة أستاذة سعدية العدلي، نحن ننفذ الفكرة دي عندنا هنا بورش للأطفال وكل ما يخص الطفل وتدريبات الطفل، ونتمنى أن ده يتنفذ بشكل رائع زي ما كان يتنفذ في تحت الدوز.